طيب عايز اخد حضرتك بقى اللي يمكن خبر النهارده، يمكن انا ازعجني على المستوى الشخصي، ان طبعا لائحه الكاف بعد لائحه الخاصه بالانديه المشاركه في البطولات الافريقيه في مصر، مش مصر بس، كل الدول الافريقيه، مين الفرق اللي هتمثل دولها في الكونفدراليه وفي بطوله دوري الابطال، لازم يكون الرد قبل 20 أكتوبر. طبعا قبل 20 اكتوبر يبقى انت دلوقتي اللجنه الخماسيه في اعتقد هتبقى في مشكله شويه في مباريات الدوري، يبقى لازم، مش هقول لازم الدوري يخلص قبل 20 اكتوبر، لكن من وجهه نظرك الخبر ده استقبلته ازاي وايه ممكن تكون الحلول المتاحه يعني؟ شوف الحلول يعني اللي عايز يحل موجوده وبوفره يعني، انما في الاخر استقبلته ازاي انا مش عايز استقبله لغايه لما اشوف اول تصريحات اللجنه الخماسيه يعني، لانه الحقيقه ده حصل على الكل في القاره السمراء، على كل بالظبط، وبالتالي لازم نسمع الردود المنطقيه. انت لما يتقال لك لغايه اكتوبر، شوف من بدايات سبتمبر لغايه الميعاد ده فاضل قد ايه كتله مباريات، عدد يعني مباريات هتلاقي خلاص الاسبوع، زمان كان بيبقى اسبوع باسبوع، دلوقتي الاسبوع بيبقى فيه ماتشين على الاقل لكل فريق. هتشوف بقى يعني ده واحد من المقترحات، لغايه قبل ما تقدر تشوف القوائم وكذا هيكون مين متصدر، نسب النقط قد ايه، هل ده يقدر يوصل لده، ده يقدر يوصل لده. اذا النتائج ساعدتك كلجنه وخلت الاهلي مثلا متصدر بفارق لا يسمح لاقرب منافسيه بالوصول، كده الاول. نشوف بقى من وانت جاي التاني والتالت والرابع بنفس الحسبه، او عليهم ان هم ياخدوا في الحسبان التنظيم اللي هو بالنقط، يعني يدوا نقط عن مش نقط المباريات فاز تعادل خسر، لا نقط. طب خلينا نحط برضه يعني عشان الساده المشاهدين، حضرتك بتقول اولا ممكن جدا ضغط الدوري او ضغط المباريات بشكل، لا زي ما هي زي ما هي، بس وهيحصل بقى على الاقل مثلا اربع اسابيع رقميه في ماتشين بثمانيه، ادي 8 اسابيع هيتلعبوا بالظبط، وقول مثلا اسبوعين كمان ادي يبقى كده 10 احنا اسابيع تقريبا خلاص على الاسبوع ال 24، هنبدا الاسبوع ال 24. انا بقول لحضرتك يبقى لو قلنا عندك 7 اسابيع لو كمان. قلنا لا كده تقدر يبان لك خلاص بقى برضو يعني، مش عايز اقول رقم غير لما اكون متاكد قوي، عايزين نعرف عدد الاسابيع. قلنا انه خلال 8 مباريات من هنا لغايه 20 اكتوبر او قبل 20 اكتوبر طبعا بايام هيبان، لا تقدر ترصد الاوائل اللي هم مطلوبين من الاول للرابع بالظبط، الاول والثاني بطولة ما عدا ذلك فرنسا عملت كده ودت الكتله الموجوده، هولندا اخذت بالاحوط وحتى ما صعدتش، فريق اسمه جريخشاب حاجه كده مش فاكر الاسم كويس، ما صعدتوش، كان المفروض يصعد بعد موسم. يعني خدت مع نهايه الموعد وحتى الدوري لسه ما خلص، اللي هينهي اول اربعه يبقى الاول والثاني بطولات الشامبيونز ليج الافريقي، والثالث والرابع الكونفدراليه. أيوة خدوا الرباعي، خدوا باريس سان جيرمان زي السنه اللي فاتت وهكذا. في الاغلب الاهم تركوا للاتحادات الاهليه اللي هي هنا بالنسبه لنا الجبلايه، في مالي الاتحاد المالي وهكذا في كل بلد يعني، تركوا له بقى في الاخر هو ايه يا عم قول انت، انت بعت لي، ايوه يعني انت بعت لي، يعني انت نظم نفسك كم حل كده واخرهم قول انت بقى، ياكش تجيب من فوق من نص من ورا من قدام انت حر. هو عليه انه يتبعت قبل 20 اكتوبر، يتبعت الاول والثاني، دول اللي هيشاركوا في الشامبيونز ليج. انا بقى بنجتهد ازاي اللجنه تقدر تخرج باداء افضل وباختيارات افضل وادق وتذهب الى مستحقيها، لانه هذه الانديه بذلت جهد. طبعا الناس ممكن تبقى مش ساكت وتقول ايه من هو جدير بتمثيل مصر، لا الجدير بتمثيل مصر ده منتخب ما مصر. هو